أعود إلى كريمة السعيد مراسلة أورينت نيوز في حلب. كريمة، عدت إليك. الحديث عن الدفاع المدني والتحذيرات التي وجهها إلى عدة دول غربية، منها أيضا إلى الولايات المتحدة، لكن رغم ذلك تم تجاهل كل هذه التحذيرات. يعني ماذا يمكن أن يفعل الدفاع المدني أكثر من هذا حتى يعني ينبئ بالخطر الذي يتعرض له والاستهداف الذي يعني موجه إليه داخل حلب؟ ليس جديدا استهداف مراكز الدفاع المدني منذ التدخل الروسي وحتى اليوم. كنت أحاول أن أستضيف هنا أحد العاملين والعناصر في الدفاع المدني، ولكن للأسف أبلغنا أن فريق الدفاع المدني تعرض لتهديدات شخصية وفعلية للقتل، ويحاولون دائما أن يخرجوا من المركز ويعملوا بشكل ميداني، يتفرقون ويقومون بنشر معداتهم على مناطق متفرقة. هم نازحون كغيرهم من سكان المناطق المحررة. بالفعل الدفاع المدني بعد خاصة بعد توثيق الاستهداف الروسي للغارات الروسية للقوافل الإغاثية التابعة للهلال الأحمر، من بعدها تقريبا اشتدت التهديدات على الدفاع المدني وبعد حصولهم على جائزة نوبل للسلام. طبعا النظام يحاربهم منذ مدة وليس جديدا استهدافهم، وهم يعلمون ذلك تماما، وإن كان الفترة المقبلة ستشهد يعني ممكن رفع سقف الأمنيات الخاصة والمتعلقة بهم كأفراد، لأنهم تلقوا على الصعيد الشخصي تهديدات في إطار فيما إذا صرحوا لوسائل الإعلام أو ظهروا يعني بشكل أيضاً مبالغ حتى أو يعني فضحوا أو استمروا في فضح جرائم النظام. حتى بشار الأسد في مقابلة يعني استنكر ما الذي فعلوه الدفاع المدني في سوريا عندما سأله أحد الصحفيين أنه كيف يأخذون، هل تؤيد أخذهم جائزة نوبل، لكنه استنكر هذا عليهم. هل يمكن لك أنت بوجودك بحلب أن يعني تحدثينا عن هؤلاء الأشخاص، أفراد الدفاع المدني؟ هم مواطنون عاديون ومنهم متطوعون أيضا، حتى يعني لا يعملون أساسا في المجال الطبي لكنهم تلقوا تدريبا ربما حتى على الإنقاذ، ويعملون كمتطوعين في إنقاذ الجرحى في حلب. ماذا يمكن أن تخبرينا عن هؤلاء الأشخاص؟ نعم، بالنسبة لعناصر الدفاع المدني يفتقرون للكثير من الآليات التي يعني تلزمهم في حين استخدام القنابل الجديدة الارتجاجية. هذه القنابل لا يمكن حملها باليد ولا يمكن تخليص الأهالي منها، سيما أيضا القنابل العنقودية التي لا تنفجر، وهم يمارسون دورهم بانتزاعها خوفا من أن تنفجر في أوقات لاحقة. يعملون بكل الأدوات وبالطاقة القصوى. حدثني أحدهم أنه لو لم يتبقى له أدوات فهو سيعمل بيديه أسنانه لإنقاذ من يمكن إنقاذه، لن يتوقفوا مهما حدث. هم يعني يعتبرون أن رسالتهم إنقاذ الإنسان. نعم. إنقاذ المدني، محاولة تخفيف الآلام عن أهلنا، إطفاء الحرائق، جميع هذه. طبعا الأهالي يتعاونون معهم دائما، يحاولون إمدادهم بالمياه دون مقابل مادي، يحاولون تسهيل عملهم، يحاولون عدم إظهار مراكزهم. يمكن القول أن المدنيين والدفاع المدني هم فريق وأسرة واحدة، يعملون بكل ما أوتوا من قوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط هذه الهجمة. نعم كريمة، سؤال أخير، يعني ما البدائل أمام الدفاع المدني حتى يتجنب استهدافهم من قبل طائرات النظام أو العدوان الروسي؟ هل يعني كان هناك فكرة إنشاء أو وجود عربات متنقلة، يعني شاحنات متنقلة طبية حتى لا يتم استهدافهم في مراكز ثابتة لهم؟ بالفعل هذا الأمر حدث، وهناك نشر لمعداتهم. أحيانا نشاهد نقاط على شكل خيام تحوي مراكز دفاع مدني مؤقتة، تحتوي على سيارات إطفاء وسيارة إخلاء جرحى. طبعا هم يعني إذا كنا نسأل عن الخيارات المتاحة حاليا، لا خيار، يعني الشارع ليس بآمن، والمشفى ليس بآمن، والملاجئ ليست آمنة، لا مكان آمن في سوريا. هي بعض الإجراءات الاحترازية يعني من باب أن لا يدعوا للقدر حجة في أنهم اتخذوا كل ما يجب أن يتخذوه. وطبعا كما قلت لك اعتذارهم عن الظهور عن وسائل الإعلام استجابة لتهديدات النظام للأسف. نعم، أشكرك كريمة السعيد للمعلومات التي قدمتها، كنت معنا من حلب.